كيف امورك؟ تمام الحمد لله. محمد احمد. طب بلش هلا بالتوزين، وبناء على وزنكم هاي المره رح نشوف ايش رح نشتغل بالدايت. اوكي يلا يا علي، خلينا نبلش فيك. وزنك اليوم 110 و400 جرام، يعني تنازل كيلو و300 جرام. 120 و400 محمد، نازل 600 جرام من هذا الاسبوع. 600 احمد 120 و100 جرام، 120 بالضبط، يعني نازل 800 جرام. اوكي هلا نزولاتكم هذا الاسبوع مش بحجم الاسبوع الماضي، كنت حابه تكون نزولكم اكثر من هيك. لا ننسى انه في تراكمات الاسبوع الماضي حتى نسب الالتزام، في رياضه عم تلعبوها، يعني بهمني برضه هلا اشوف مقاس خصركم قد ايه نازل. هلا بالنسبه لك يا علي انت نازل كيلو ونص تقريبا، و800 جرام لاحمد، وبالنسبه لمحمد تقريبا 600 جرام. علي محيط الخصر عندك 115. اوكي 120 نازل 3 سنتي، ممتازين. 116 قد ايه كنت؟ كنت 118 2 سنتي، ممتازين. هلا بدنا نمشي على الحمية اللي اعطتكم اياها لمده اسبوع مع التزامنا بالرياضه، وبعد اسبوع ان شاء الله رح نرجع ناخذ وزن، نرجع ناخذ محيط خصر. بدكم تشدوا حيلكم هذا الاسبوع، وان شاء الله الامور بتكون احسن الاسبوع الجاي. ان شاء الله. مع السلامه.